نتابع معكم مشاهدينا الكرام الانطلاق لشوطنا الخامس عشر ما قبل شوط الختام، وهنا تابع الصدارة مذهلة للسيد محمود بن حبيب بن محمد الرضا على الصدارة وعلى المركز الأول، رهف لخالد بن عبيد بن خليفة بن سالم بن شوين لقتبي على المركز الثاني، والمركز الثالث المادية سلطان بن سعيد بن سيف السبوسي، أما المركز الرابع مغيرة لحمد بن مفتاح بن حمد الكيبالي، وهناك صوغة راشد بن سعيد بن سالم بن سعيد هناك على المركز الخامس، ولكن هنا الصدارة مذهلة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مذهلة لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا، هنا تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة بمتابعة الأخوين، هنا أيضا سالم بن محمد البلوشي وأحمد بن محمد البلوشي يتابعونها هنا على الصدارة وعلى المقدمة، هما المايدية سلطان بن سعيد بن سيف السبوسي على المركز الثاني، والميتين متر مذهلة والمايدية في تحدي جميل، المايدية ومذهلة اللحظات الأخيرة ولكن مذهلة سلام زعبيل سلام على هذا الأداء الجميل، تهانينا لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا على هذا الفوز المميز، المايدية سلطان بن سعيد بن سيف السبوسي، ثالثا رهف خالد بن عبيد بن خليفة بن سالم بن شوين، وهناك مغيرة حمد بن مفتاح بن حمد الكيبالي، وجبارة ناصر بن سالم بن عقيدان بن محمد لوهيبي، والتوقيت الزمني دقيقتين و14 ثانية، تهانينا